on my mama, nigga. You gon' be the greatest who ever do this shit. والمشكلة ربش متشدد في انيك معالمك ربش لو ما تعقل راح اشلك براطمك مستي حمدان انا ناوي بلعن امه لكن بعفو عنا اذا شبكني مع اخت شمه ابشروا بالاهانه صدقوني ما راح اقصر مستي يا اخو الكلب انت تغني ولا تتعصر قواد فاشل مره اعطيه فوق حقه ليش لما اسمعك احس ان جيتك الزقه ازيد بقوه كلماتي يزيد هو بهياطه وش فيه دراجون كذا يغني شكله شمه فوق قدامي زي السيخ خلكم ثبات انتبهوا مني ترى اعرف ناس وصلوا بالجوازات تخلي بطولة واخذ فلوس تكسي مع الجروب استلمها دراغون فاير واشترى فيها احبوب ليش ما عطيت روبشن النتن ابريح التونة اقلها خلا يتنظف ودها الحمام سونا ليش ما شريت مزيل ليش ما شريت هفات ليش ما عطيت جروبك يجددوا اقامات حد طالب معايا حرش بدل معجم تسليكو استدعي معي رابر ما القى الا سيكو يعني دخلتو سيكو يمثل الام 7 جحدكم في الجولة كذا قروبكم مندفن سيكو طوله كم سنتي متر يا ترى سيكو لما بيفصل ثوب يقيسوه بمسطرة اقدر اثبت سيكو على الارض بغرة اقدر ادي له دمية واقول له مبروك هذه المرة ايش يسوي سيكو مع مجموعة من الاوباش سيكو لما بينام يلف نفسه بشاش سيكو اول طفل يمشي بعكاز سيكو لو امسك تيشيرت انا البسها قفاز سيكو لما بيسجل يطلع على كراسي سيكو يعاني لما ابوه يقول له بوس راسي سيكو الرمة لو ادعس انفرد انت من ولدت انت طلعت هدية بسكوت ابو ولد خلت حقل التعبير ونكسي على ورق انطبع اتكتف كفي والقوة اتكتفت الكتفي مصير الكفاح الديني يجمعني معاك اليوم الرفع لا ما بيطفي تنعطابي هنا خطر في عقري دارك انا الرقم المميز اتميز بفرض ادبي فخر كمؤمن حر اتعامل كجاهل من خلعك لضاع لك امور لأن هذولا كلاب عشرتهم مرفوضة لو مديت لهم يد العور راح ترجع لك معظوظة مو ذنبي الدنيا دروس دروس الدنيا علمتني إني أقفل على اللي زيك لو جلس جنبي لو جات على وزدم انت اللي اجبرتني على مايكك ابصم هذا مسبب النهجم السبب انك تجلس عشان ريال للكلب تخدم غدار خوان مالك امان ما تقدر تواجه لانك جبان لكن لما تيجي في خطة تنهان بتندان ما راح يفكك مني استديو حربان مضبوط القديمة من فورد لأكورد وين العائلة في الموضوع وانت سبب التفرقة وين الجديد في عمالك وانت كل عمل لك تسرقة تحت الحزام تناقش تحت الشمس المشرقة زي اللي يجري الهدفة وانا ماشي واسبقة تلكم بعض قصي اوكي اوكي من بقى طلقاتي اسطر وقفت كلماتي على ظهرك كأنها الابهر ما حد لحد وانا ما خاف من احد جوزة اسد ما اعترف بالابراج انا برج الزبد عايش ماني مهتم راسي منكس التاج مخلي العالم اخر همومي همومي اهم من اني احتاج كم بحالة بس لما تنزل راسك وتلحس تحت القدمين بعدها
بعدها يبقى تاجك مركز. بس ماضيك معاك باقي البكرة سبعة أيام أجس فيها نبضك ماهي للعشرة، لأنك بزرة اخترت العزلة واللي مثلك ما أتشرف إنه جمعتنا نفس السفرة. ما ضف أنا مبيع عدو ولا صديق، أقطع رقبة الخاين ومن دمه أبل الريك. تاريخ عريق انتبه أدخل في العميق، راح أجيب لك الضيق أخليك لنفسك مطيق، لنفسك مطيق وبيدك تكتب توصية تختار اللي ليك مو تتجاهر بالمعصية. هذا التراك كان بمثابة ترضية، لو فمك ينفك ينصك يندك من ألسن أدوية. ساحة نفاق خذ دعم خذ دعم، لما ياخذ جمهور ودعم يتغير الطعم. معاك باقي البكرة سبعة أيام أجس فيها نبضك ماهي للعشرة. جاهد شرايك باللي جس نبضنا سبع أيام؟ سبع أيام جس نبض ما تخش العقل، سبع أيام نصرف عليك يا بابا، سبع أيام أنت أكل شارب على حسنا ماني. كيف جس نبض؟ أول شيء أنت خصصت واوي، خليتني سبيت واوي، بس أنا ما حطيت على واوي، حطيت على أكثر من واحد، لكن إذا أنت جبت لي على واوي أنا حقول لك الحين. أنا ما حذكر أي سبب، ما حذكر أي سبب طبعا للمشكلة، لأنه المشكلة خلاص انحلت اللي بينه وبينه وضيحنا الحطب وما بينه، يعني خلاص انحلت المشكلة. يعني ممكن تقولوا ايش بك انت تاخذ المشكلة كذا عادية انك انت دسيت الآدمي وخلاص عوافي، لا الآدمي قلت جاء كلمني وتفاهم معاي وانحل الموضوع خلاص. يعني واصلا جمهور الراب هم يحبوا المشاكل يا اخوي، يحبوا ايه؟ يحبوا لا لا المشاكل يحبوا يتعمقوا كذا ويسووا. خلصت المشكلة؟ ايوه خلاص يا اخوي الحمد لله. اي زبد انا اقلبكم من عالات والبسكم تعسناكم بعد ما كنتوا رابرز، لكن رابرز ضدكم دجل ما يشوفك يتكسدس لو شافك تسكس، رابرز مظاهر ما يعرف يرفع المسدس. وانت الغدرة لا تكون مسدس، وانا ادري انك سبك ما تقوى تمسك عجرة. بس ماضيك معاك باقي البكرة سبعة ايام اجس فيها نبضك ماهي للعشرة. جيت سجلت صورت وانتجت معزز مكرم وما خدنا منك اي اجرة. اسبوعين ضيفناك لا تنكر يا كلب، سجلنا لك صبرناك حتى فندق ما استجب بالاستراحة نومناك، لكن انت سافر. ليش ما في شي حققته؟ البومك زرقته، كنت تسب القزم والحين اشوفك قدسته وانعكسك قدستك. قل لي شلي قدمته؟ ما فوصخ من لساني بس كافي يا بعض وصل، كان يسب القزم والحين باقي شوي ومصلك. ليش زعلان؟ قل لي على ما ظن الوضع حبي، خويك انزرف هذا ذنبك ومو ذنبي. مو انت رجال طيب ليش ما تروح الدخل؟ والله يا براب تدري انت الشخل شخل. نقا انا مالي دخل واوي مالا دخل، خويك سوى الزاحف رجع راسه منكر. دجل ما يشوفك يتكسدس لو شافك تسكس، رابرز مظاهر ما يعرف يرفع المسدس. خذ حقك من رجال مو انت تعرف تمسك مسدس، وانا عارفكم سبايك ماني شايفكم، تدرون شلون انسوا منكوب انا اللي زرفكم. لما تيجي في خطي تنهان بتندان، ما راح يفكك مني استديو حربان. ما ضبان وش قاعد تقول انت حطه فيك بحربان، ما انت قد الخرب ليش تسوي خربان؟ انت اساسا ولا شي، انت صممت بالحسبان. انا مبيع عدو ولا صديق، اقطع بان انت خنت العيش والملح لا تسوي افلام، وما تهون العشره الا على ابن الحرام. انا ماني شايف احد ما حد ملا عيني، انا ماني خايف ابد زبد خله يجيني. عمر رجال ما كانت بالمظاهر والاشكال، وانتو مو رجال لاقوال بدون افعال. لحد يسوي الاقدم هو بالراب هو، لحد يقول كلام من اللي بتسويه سوى. ليش؟ لان هذول كلاب عشرتهم مرفوضة، لو مديت لهم يد الاور راح ترجع لك معفوضة. ويسوى اي اخوة انتو عالات تمشون بنعال، لا عفوا انتو نعالات تمشون بريال. حرام فيكم طلقة ما حد قد الشضية، حرام فيكم قدحة ما حد قد القضية. وحنا ما درينا اصلا ما طقينا خبر، لان قلوبنا صافية وهم فالحين بالغدر. كلب شهرة يدور نشر اكشفها قدام البشر، وانا ما ادور اهتمام لان كل عزة ما انا اقلبكم من عالات والبسكم تعسناكم بعد. هنا
وزارة التربية والتعذيب فوق الهرم. ما بنغير أقنعة شر بشر كرم بكرم عندك هرجة كل كلامك تأليف عبراسك الكلب عجبك كنت معايا لطيف جايتي مبيف وانتو تلاتيف كلامكم تحريف وانت الغدرة لا تكون مسدس وانا أدري انك سبك ما تقوى تمسك عجرة دام غدار وتنغدر تسيب التصريف لو الخاين ما قلك اسمع يلك جيتي على الرياض خالد عند بدس وفارس البلد اجلس انتي وعادي اني امغط نصكم اما بالنسبة للتسجيل العدة معي في الشنطة شكلك ناسي ولا في السجن دسمو لك الفرطة حتى فندق ما استجب الاستراحة نومناك لكن انت سافل ما في شي حققته البومك سرقته نومناك عفوا نقول خدمناك هم كذا الكلاب عشان ياكلوا يبوسوا يمناك بعد ما يبوسوا يمناك لا تعطيهم قفاك لانه ممكن ما يشبع فيغتربك من وراك جيت سجلت صبرت وانتجت معزز مكرم وما خدها منك اي اجرة اسبوعين ضيفناك لا تنكر يا كلب سجلنا لك صبرناك خدمتوني لجل غرض انه العلاقة تكبر لما ما اعطيتكم قيمة غيرتوا المظهر انتوا وزنوا من نفس الطينة وزخ العجينة طلبوا الجي وفقعوا لما جينا اتفقوا على الواتساب مين يسب الثاني اول كسم رابكم مستحيل اخلي الراب يتحول هذا اللي نيو سكول هذه طريقة جديدة بيع كرامتك عشان رصيدك بالفالورز تزيده كفك يا خوي بس حبيت اذكرك بكره نموت كفك يا خوي طمني عنك عايش مبسوط كيفك يا خوي خويك ما هو خوي ثلاثة شهور قاعد تكتب بارت ما هو مستوي رسالة أخيرة اعرف كيف تتسنع يا فرخ اعرف كيف تتسنع بيقول لي اعرف كيف تتسنع شكله متقنع يغدر بالخلق وشوف كرامته ومن كل سجن تتجمع انتبه ادخل في العميق راح اجيب لك الضيق اخليك لنفسك مطيق قلت لك لا ادخل في العميق بيجيك ندم كنت تسب القزم والحين اشوفك قدستك وانعكسك قدستك قل لي شلي قدمته ما فوصخ من لساني بس كافي يا بعبصلك كان يسب القزم والحين باقي شوي ومصلة شوف بمين لو تطلع وين انا بشقك ولا ما يحتاج عادي مصير القزم يزقك ليش زعلان قال لك قزم ولما جاكم كان حاطكم تحت القدم غدر فيا انت غبي ولا سايكو ثلاث سجنات كلها غدرات وشطبوك من ارامكو وانت في السجن باعوك ريال معطوك خلوك طفران حتى اهل العروس رفضوك غدر كيف تبغى فتاة الاحلام البنت بنت ناس ما تتزوج ابن حرام عقلك في هوس لحس واضحة فيها الاعراف دامك فقي بس تنقفت ليش تشيل اغراف بيت باب العنبر هروج مواكية عقلية الشواذ منافية مراسية سبت عميق لمبة طافية الحقائق تسمعونها واللمبة طافية وانت الغدرة لا تكون مسدس غدرة ما هو غدار مقتدي بابن المغيرة بعد ما نزلت رابي بصمة بصمت عليك في السجن لا الادم قد جا كلمني وتفاهم معاي ونحل الموضوع خلاص خويك جاني بالتفاهم ما قدر يمسك لحن ما في رجال واحد يورط وثاني يزبل ما لقيوا حولهم رجال فصاروا نزبل كل شك شلته عنه هو عنك اتشال انت في السجن مرفوع وهو برا فال تحبه بيدور ارقام عندي بينقطع الارسال انتوا الاثنين ما تكفوا رجعوا ذاك من الاعتزال لا تسوي الخوي اللزم انت كنت تحت اوامري سمعتك راب نظيف لما لقيتك تسمع سامري خويك انزرف هذا ذنبك مو ذنبي مو انت رجال طيب ليش ما تروح تدخل ولا هي براب تدري انت الشخص منكوب خلاك منكوب مركوب من بعد ما نكبك تركك اختفى عنك وصار محجوب لا اسمع صوتك ثاني الا مع البقية نص حياتك في القضايا والباقي في الدوية قول ما في فعل انت نعل داخل درج انت تابع بس تابع انت خرى داخل فرج شوف يمين الدرج يقول لي خرى داخل فرج في السجن ما خلوك تفرق بين فرج وشرج وش قاعد تقول انت حط فيك وبحربان ما انت قد الخرب ليش تسوي خربان انت خليك ببيتك محبوس مالك ومال الخراب مالك مكان عندي انا ارامك الراب فقي الله يا الدنيا
طلع له لسان الدمية من عرفتك وانت سويتش تمشيلي بخطوة عمية انت تطبل تتسلتح تطيع تأيد متعود يا كلب ان يكون لك سيد سيكو لما بيسجل يطلع على كراسي سيكو يعاني لما ابوه يقول لابوس راسي ادعسي يلقى الزومة والله صرتي طويلة صرت انا القزم صرت ارقع على كراسي بحط رجلي فمك انت اللي بتبوس راسي جاب خطي جاب دربي وانا لازم اربي سيكو طوله كم سنتيمتر يا ترى سيكو لما بيفصل ثوب يقيسوه بمسطرة اقدر اثبت سيكو على الارض بغرة اقدر ادي له دمية واقول له مبروك هذه المرة ايش يسوي سيكو مع مجموعة من الاوباش سيكو لما بينام يلف نفسه بشاش صرت انا القزم وكلوش الطول ديم انفلت ابيه وابيك انت اللي المفروض تزعل بنشتة ليقع عليك وانت يا الذيل لا تلف ولا تدور انت حاقد من الزرفة لا تخلط امور طيب انتم رجال وانت شايف وسامع درفكم اطلع ما يشوفوا كل الناس تطالع امور بالشارع حلوها بالشارع اما تنزل دس معناها انت اللي خاضع ديم عمره ما بيعترف ابوه ما رباه فطبيعي هو ما عرف كان يشرب غاز فطبيعي مخه ضرب عفوا نقول خدمناك هم كذا الكلاب عشان ياكلوا يبوسوا يمناك بعد ما يبوسوا يمناك عايش بترف علوم غدراس وقرف يا بابا خدمة الضيف معيب خدمة الضيف شرف ما توقعت انك واطي ما توقعت انك لك حسد عادي ما بستغرب البس بحركة اسكي يا بس غدرت عشان ثلاث اشياء اول شي عشان سلفة الزرفة اللي مالنا فيها شي وثاني شي القزم يمشيك انك خيلة قبلك بدر فيهم وغدرت عشان تكون ذيل وثالث شي هذي ركز فيها واستمعن قدام عينك يا كلب ولد قروبك تطعن طلعت حاقد طلعت ثابت طيب قل لي ليش سنة ونص وانت ساكت وربي انت هطوف حالتكم كسيفة بعد ما تتعرضيناها بجيم فيفا انا ارامكو الراب فقي انا ارامكو الراب بيتش دامك اصلا بخليك تكرهني كني مشتخل دامك ارامكو الراب بخليك تزق نفراك خدمتوني لجل غرض انه العلاقة تكبر لما ما اعطيتكم قيمة غيرتوا المظهر يا سلام الولد صاير حق افلام كنت اللي احتكيتوا فينا بعد تسمع كلام وبيسمع كلام وبيعلن وداعة حبيب بتلول اخت الثاني بالرضاعة تاخذهم وتجيبهم التعميرة ديوث ما عنده غيرة غدير مين الديوث يا محنك انت اصلا مو ديوث الديوث ارجل منه غدرة ما هو غدار مقتدي بابن المغيرة ديم انت اصلا مالك قدر انا عمري ما غدرت وما جازي الغدر بالغدر منكوب خلاك منكوب مركوب من بعد بنكبك تركك اختفى عنك وشار محجوب تحرف بالحقايق الحقيقة ما تتحرف منكوب خلاك مضروب مسلوب معطوب الحاجة ذي ليه ما تذكرها ادري ما تتصرخ كل هذا عشان 6000 ريال سمعت انه قاطين فيها كل عيال واحد منهم دافع من فلوس الالحان انتو اللي صيدات انا ماني غلطان وانا مستحيل اهد غدر فيا انت غبي ولا سايكو ثلاث سجنات كلها غدرات وشطبوك من ارامكو وانت في انسانية تهاون ثلاث سجنات لاني ما رضيت اتعاون حطيت حاجة براسي اسويها اكملها دامي غلطت الغلطة انا اللي اتحملها ان انت خنت العيش والملح لا تسوي افلام ما تهون العشرة الا على ابن الحرام صج هونا ما سبيت الاهل ضربت مثل بالكلام الا ذنك كسيد شوف نفسك ابن حرام خلوك طفران حتى اهل العروس رفضوك خذب كيف تبغى فتاة الاحلام البنت بنت ناس ما تتزوج ابن حرام بعدين متى انا خطبت ايش اللي تقوله ما عليك لا تخاف انت الزوجة الاولى انت عارف انكم بسس عارف انه اسس ما يحتاج تزوج وانت عارف انكم بسس لريحة بالاستراحة فكت وحن الجامل من قوة انك ناشف بغينا نحطك عامل دام نظامك كذا بصير بحلقك شوكة كنت اجي الاستراحة القاه مضبط الشكشوكة بتطلع حامل لقي بيلك داية دباب العنبر هروج ومواكية حرق الخريج سجون وهو طفاية من عنبر لعنبر اسهل شي انك تقول عن سجين انه طفاية ولا تغرك الاشكال قلتها وبعيدها ثاني شفني وانا محط وانا بس مضبط السكسوكة عن ما في رجال واحد يورب وثاني يثبن ما لقيوا حولهم رجال فصاروا نثبن حقك مهضوم بالشارع نقى انت اللي نثبن انا اخذ حق بيدي نقى انت اللي تثبن مشخصن من الموضوع نقى بيجيك احباط اخضع بالرب الشارع انتو ما سويتوا شي هياط بهياط نص حياتك في القضايا والباقي في الدوية مين الترك وما عليك
مني ومن سجداتي ومن افلامي ليش ما تاخذ حقك مين اللي دخل بخوك لو تعالوا لو تبجون تصليب بالسامير هنا نظام نظام ستون ننجا مو اسير ونزيل لازم تكون عزيز خشيت كلوشة بعد ما كنت تزيز بالرياض بخر فطور لو ما راح تروح شوف الصورة اللي تجمع بين الزارف والمزروف منكوب كان موجود والمزروف موجود يا كلاب ما سويتوا شي ما سويتوا شي وطاح في الشباك يا سلام الولد صاير حق افلام كنت اللي احتكيتوا فينا بعد تسمع كلام وبيسمع كلام وبيعلن وداع تسمع كلام اي والله خذ كلام ورمي من الشباك تبى تعرف انها تسمع كلام بس لما خرجت من السجنه ليش على الستريتس نزلت دس وما جاز الغدر بالغدر ديم هنا المعروف لا يعرف لا تحرف بالحقائق الحقيقة ما تتحرف الدكتور لا يعرف أثبت لكم من هذا مخرف لدرجة ما رحبوا في أرامكو فرجع صرف ردي إنسان نية تهاون ثلاث سجنات لأني ما رضيت أتعاون حطيت حاجة براسي أسويها أكملها دامي غلطت الغلطة أنا اللي أتحملها حط أن تتحمل غلطك لأنه أوراقك مفقودة بعدين متى أنا خطبت إيش اللي تقوله ما عليك لا تخاف أنت الزوجة الأولى يا هو أمك مسودة لما زلت إنهم رفضوك على طول جاتك الدودة ريحة العجة طالعة منك لو تدهن بعودة مخ ضرب عايش بكرف علوم غدرات وقرف يا بابا خدمة الضيف معيد خدمة الضيف شرف ما توقعت إنك واطي ما توقعت إنك لك حسد ده سكني كان محجوز لكنك تبغى شرف مو أنا الضيف طيب كم ريال عليك انصرف اسمع يا لد يرمي كلام من الغبن لا إرادي نس إنه عصيرات أكل شرب كله على حسابي ما أتمنى لكن تتجنن بالتمنن يتفنن لكن غصبا عما نفتري الحق قدامه يتبين هدي إنسان نية تهاون ثلاث سجنات لأني ما رضيت أتعاون ما رضيت تتعاون طبعا بدون شرط قل لي كيف تتعاون وكل الأغراض لك متلبس بدون شاهد كيف غدروك يا غدار وهم اللي لين الرياض وصلوا مشاهد ولا تكون جاحد ما بينكم البين دموعك نزلت مقهور إنك ما لقيت حولك ولا واحد ملها وانا ما سبيت الأهل ضربت مثل بالكلام إلا ذنك سيد شوف نفسك ابن حرام تضرب مثل في الحرام يعني أضرب مثل في عائلتك اللي فقدوا فيك الأمل اللي عرفوا طينتك كيف يطرحوك وخويك يرجع للرياض ما حد غدر فيك يا صبي أنت اللي شلت شيلتك لو سبيتهم يفرحوا كأني سويت معهم فيت بارت بارت مو لازم دس دس بيت بيت وسط سيب أحشورك لو جيت أنت وأبو الكتاكيت صبي عنابر وصندول وأصل آخر كيت إيه لو ثالث شي هذي ركز فيها واسمع قدام عينك يا كلب ولد قروبك تطعن طلعت حاجة قال لك ولد قروبي قدامي يطعن أما لا تقول أما ولا تستغربها من خممك أما أذكر إن خويك هايط بعدين قريجوز عمة تحت بنش ما بينكم البين من يوم يوم ولما قلبتوا على ولد قروبكم وفقعتوا له عيون ومين فزع لكم يا هومو إذ بالرياض بخر فطور لو ما راح تروح شوف الصورة اللي تجمع بين الزارف والمزروف منكوب كان موجود والمزروف موجود يا كلاب ما سويتوا شي ما سويتوا شي مين مفقع وجهك بالفطور لأنه بدست دك نظيف ما هو صدوم وما حتقوم بعد الطيحة لأنك نزل نجس طايا ولا تغرك الأشكال قلتها وبعيدها ثاني شفني ولا محط وأنا بس مضبط السكسوكة يس شكلك تحسب السكسوكة بتقوي لك الليركس حقك مهضوم بالشارع نقى أنت اللي نسبن أنا آخر حق بيدي نقى أنت اللي تسبن مين يسبن يا سبن ما راح عن بالي
ثاني بعد السجنة ليش ما واجهت وسبيت ابنك ثاني امور بالشارع حلوها بالشارع اما تنزل تس معناها انت اللي خاضع ثاني بعد السجنة ليش ما واجهت وسبيت ابنك ثاني اللي بالشارع بالشارع لكنكم عرايا انا اخذ حقي بيدي لقى انت اللي تسبل ليش ما اخذت حقك بيدك مو انت صاحب قبائل لقى يبيلك داية اسهل شي انك تقول عن سجين انه طفاية ولا تقول عن السجين طفاية سهلة سهلة من كثر الشك خرج جهله مثل العجوز الكهله انا ماني غلطان وانا مستحيل اهدي انسان نية تهاون ثلاث سجنات لاني ما رضيت اتعاون حطيت حاجه براسي اسويها اكملها دامي غلطت الغلطه انا اللي اتحملها فضايحك في كل مكان لو ابحث عنها في جوجل غلطك اتحمله ليش حطيت غلطك على راس نوفل ديم هنا المعروف لا يعرف لا تحرف بالحقايق الحقيقه ما تتحرف منكوب خلاك مضروب مسلوب معطوب الحاجه ذي ليه ما تذكرها ما في حقيقة بس خرش هرج معروف انك دباب وهذه السمعة من يوم ما كنت تبكي في الخرج بين الناس ينزل راسه لو جات سيرة دك طفايع في الشارع لو برف بيقولوا شوفوا دك طفايع هروجك عندي لسه اللي في السبحة منفرد ابوه ما رباه فطبيعي هو ما عرف لو عالتربية ابوك رباك بس رباك غلط هنا وزارة التربية والتعذيب بكذا نمط تربية تأديب ما يلحق يفقع لو قمر بس سكسوكا بتقوي لك الليركس مين يسبن يا سبن ما راح عن بالي بعد السجنة ليش ما واجهت وسبيت ابنك ثاني اللي بالشارع بالشارع لكنكم عرايا ليش ما خذت حقك بيدك مو انت صاحب قبائل اسبن جاك اسبن يا مخنف تغبل سيك وخلى على جنب بيك كنت بتفلنا بيك كنت يا خبيث تراني ما بي اتعمق بسلفة اخوك الخنيف يا خنيف مسوي انك صوف كذاب نمك غشاش مسوي انك صوف وانت راعي زن وحشاش خونة فيهم غدر لو فيهم مخناب لو تدهن بعوده سكني كان محجوز لكنك تبغى شرف مو انا الضيف طيب كم ريال عليك انصرف اسمع يا لك يرمي كلام من الغبن لا ارادي نس انه عصيرات اكل شرب كله على حسابي ما اتمنى لكن زد شقه محجوز شكلها شقه بدون اثاث واللي عطى ما يصير يقول انه عطى قال لك الشقه محجوزه وكان ينام بدون غطى رايح للرجال اخر الليل يا ذين شغلك زي شغل عبتك كله تمثيل بتمثيل يرمي كلام من الغبن لا ارادي نس انه عصيرات اكل شرب كله على حسابي ما اتمنى لكن زد جنن بالتمنن يتفنن لكن غصبا عما نفتري الحق قدامه يتبين عصيرات على حسابه لا والله عيب حشا كل شي على حسابنا فطور غدا عشا سبن جاك رحت هناك لك حمي ريحة العجة طالعة منك لو تدهن بعودة سكن تقول لي ريحة عجة كنت تشحف تعامي دخلتها النظيم كنا نبيها عدسة الواطي كان خايف حسيت اني منقز وسة مين يسبن يا سبن ما راح عن بالي بعد السجنة ليش ما واجهت وسبيت ابنك ثاني اللي بالشارع بالشارع لكنكم عرايا ليش ما خذت حقك بيدك مو انت صاحب قبائل قام يخبص بالعلومة اي راعي كفاية بس كيف تبيني ياخذ حقي من الحكومة من فينا الكذاب مسوي انك ما كنت معنا يا عيال ترى ديزيز هولاكو اللي انطعنا وش فيها الناس احتارت انا كلامي واضح ما كذب ربي كل الاحداث اللي قلتها صارت يعني السبب الرئيسي للغدرة زرفة مو سرقة شكله مو مركز معي شكله يسمع من خرقة ما يعرف غربة من شرقة شيت كل ما تحس انك فايز ادعس على وجهك فرقة كلكم من نفس الطينة كلكم من نفس الطبقة منافقين خونة اذناب بكلاب ارتزقة غدر فيا انت غبي ولا سايكو انا مجنون ماني سايكو لا اقوى شوية عادي اني ارميك عادي ادخل في قضية قول عني مجنون شاطح قادح مرضان انسجن عشانك واطلع بعف رمضان جنبي ودقني سيم عيض جاب فيوز باقلانية لا تجوز اللي زيك ما راح افوز انا موسى تنشهره من مدك بوز انظف غبار لا تمد البوز ادعس عليك لو ما جوز قبل لا نكون ربية يا لحجي ترانا اي انعال كل واحد يوقف مع الثاني وانتو تربية تطرش كل واحد يحب اخت الثاني اجل صاير خوية صاير تجيهم بالحارة ادري مو عشانه عشان نخت ما كان ودي اذكر اسماء بس كثر وعداء لازم اشوف دم لازم اشوف قدامي احشام لازم اشوف شلوه رجع راجع رجع ضاجع غلط هنا وزارة التربية والتعذيب بكذا نمط تربية تأديب ما يلحق يفقع لو قمر هنا تأديب تهذيب تخريب تشويق اشوي ما حس في وش في كم بنشع مي ما خلي اخفي انفي اطفي حط في عين غير العير اللي كان في وش في Motherfucker
دي تي في موجود، الرد موجود، مجاهد موجود، اليونج موجود، ابو سبيد موجود، صقر موجود، الطاحش موجود هنا، الدي موجود. اجمل انت. هاي بابا. نو مور فايت.